بقى لي 5 سنين. سنك قد ايه؟ عندي 35 سنة. عايشين هنا كم فرد؟ 4، انا والمدام وبنتي. المشاكل اللي بتقابلني هنا الحرامية، بتوع المخدرات، حاجات كتير بصراحة. ما بننامش، كل يوم والتاني بنجري ورا حرامية، شكل حاجات كتير بتقابلنا بصراحة. يعني حرامي جه سرق البراميل اللي بملاها ميه، لان انا ما عنديش ميه هنا طبعا. سرق البراميل وجرينا وراه ومسكناه. وفي مواقف سرقه حصلت للمقابر نفسها؟ هنا لا، ميتين لا، ميتين لا. يعني ممكن احواش العروق بتاعتها، البيبان الحديد، الشبابيك، الحاجات دي. ده معرض انه يسرق مخدرات، اللي بيقعد يشرب مخدرات. طبعا انا معايا بنات ومعايا واحده ست، ما ينفعش امشي بعد العصر من هنا، ما ينفعش اسيب بيتي، لانهم معرضين لاي حاجه. واحد شارب يخش عليهم، ودي مقابر اللي بينزل يشرب سجارتين، اللي بيعمل بعد العصر. انا ما ينفعش اسيب البيت. دي جنبنا هنا منطقه عشوائيات، هي دي اللي لمع علينا الحراميه بصراحه. لمع علينا الوباء كله، حراميه وسلاح ومخدرات، واتزالت كذا مره وبرضه ما فيش فايده. ومجرد ما بيمشوا، مجرد ما بيبنوا تاني ويرجعوا يقعدوا، وكل يوم والتاني واحد منهم. وناس كتير، هي منطقه كامله شغلتهم حراميه، هجامين، هي دي شغلتهم. عنده اسره 9 افراد، ولد متزوج ومعاه 3 وقاعد في اوضه برضه في القبور هنا معايا، ومعايا بنت متزوجه ومطلقه ومعاها ولدين، ولد وبنت، قاعده معايا برضه هنا. وانا والزوجه هنا برضه في الشقه اللي فوق دي، فانا بنام هنا ومراتي في اوضه، والمتزوج بمراته في اوضه، والصغيرين بقى في اوضه. احنا تحتينا هنا مدفن. وعايزه تنزلي اوريهولك، بس تحتينا ده كله مدفن فيه ميتين. لما بيجي ميت بيتفتح تحت في مجاديل غوطي كده، تشال التراب وتشال المجاديل، والمن والميت ينزل تحت. في بلطجيه وحط المخدرات كمان. بتتعاملوا ازاي معاهم؟ لا بقى انا في يعني بيبقى بابي مقفول عليا، ماليش في دماغ مع حد. بيعملوا ايه بتوع المخدرات هنا؟ المخدرات ممكن يشيلوا في الجبل اللي بيبيع برشام، اللي بيشيل كده. في وسط المقابر؟ وايه يعني في وسط المقابر؟ في وسط المقابر وهو بيبقوا مداريين. شغاله ترابيه. شغاله ترابيه مع اسماعيل ابو غزاله. طيب ايه المشاكل اللي بتواجه هنا في المقابر؟ هنا المشاكل بلطجيه. ماشي، احنا هنا ما بنخافش من التراب. ان احنا عايشين في قلب التراب، مولدين فيها، بننام فيها، عايشين فيها، عيالنا بيتعلموا فيها. احنا ما بنخافش منها، احنا ما بنخافش الا من الشباب اللي بتيجي من بره بتخش المقابر عندنا. هل هما بيقول لك ياخدوا مساكن مثلا ويفضوا القرافه؟ ماشي، انتوا كده بتكتروا المسجلين اللي يخشوا القرافه عندنا، وبتكتروا المسجلين اللي بيخشوا يجيبوا النسوان ويخشوا عندنا في القرافه. قرافه لسه امبارح في شابين جايبين واحده بتاع لابسه لبس مدارس وداخله الارض. بتتعاملوا ازاي معاهم لما بتشوفوا؟ بنتعامل ازاي؟ بنقول لهم بعد اذنكم بره. بتشوفي هنا حد بياخد مخدرات؟ احنا بنشوف الشباب مش من هنا. شبابنا اللي بيجوا ياخدوا مخدرات دول مش من عندنا، مش ساكنين عندنا، دول بيجوا من بره بيخشوا القرف. بتتعاملوا ازاي معاهم؟ ما بنتعاملش. ليه؟ بنخاف يكون معاهم حاجه يخبطونا بيها. ما بنتعاملش معاهم. ده بيبقوا جايين من بره، بيبقوا جايين وجايبين الحاجه معاهم مثلا، داخلين احنا بنحسبهم زباين، نيجي نخش وراهم مثلا واحد جاي يقرع على تربته ولا حاجه، بنخش بنلاقيهم واقفين بيدوا الابر لنفسي، لو في ميت بيتدفن هنا الوضع بيكون عامل ازاي؟ زي ما احنا قاعدين عادي، هما بييجوا يدفنوا عادي. يعني اخواتي الصغيرين بيخشوا جوه زي ما احنا قاعدين، ولا بيطلعونا بره ولا اي حاجه. الميت بيخش يدفن عادي واحنا قاعدين برضه، ما بنتحركش، بنشوف اللي نازل وبنشوف اللي طالع. في
في شكاوي بتقول ان في تجار مخدرات وحوادث قتل واغتصاب بتتم داخل المقابر. هو هنا عامه المقابر فيها كتير، يعني بس في مناطق ومناطق، يعني اللي على الشارع ما كله شايفه، لكن اللي جوه انت هتخش تدوري. والحكومه هنا نزلت كتير بس بتخش للي جوه، لكن اللي بره على الشارع متشاف. في تجار مخدرات بيستخبوا؟ في اكيد تجار مخدرات بيستخبوا، بس انت عشان تدوري هتدوري في الطرق كلها عامه، في المقابر كلها. في هنا خدمات في المقابر؟ لا مفيش، محدش له دعوه بحد هنا ومحدش بيسال على حد هنا. هو انت منفرد يعني لوحدك، شغلك بتصرف على نفسك، ما حدش بيسال فيك ولا مسؤول ولا اي حاجه. في كهرباء وميه ونور بتدخل؟ لا مفيش ولا كهرباء ولا ميه، الكهرباء واخدينها من العواميد والميه بيملوها من بره. احنا المرتبه دي بنجيبها هنا وبننام عليها، والتربه يعني الاوضه اللي انا عاملها دي يعتبر فوق التربه، اهي فوق التربه، يعني عندك لو سافرتيها هتشوفيها. يعني انت بتحط المرتبه دي فوق التربه؟ فوق التربه هنا قدام المنزل، قدام المنزل اللي هو بتاع التربه. عباره عن اربع ترب هنا هما، وتربتين صدقه هنا هما، وراء في الترب مطفى، اوضه فوق التربه قاعد فيها انا وعيالي. انا معايا اللهم صل على النبي تسعه. طب اطفالك ما بيخافوش وهم نايمين في الترب؟ بيخافوا يعني، ممكن يتسرعوا بالليل. اولى ابتدائي، تانية ابتدائي، اولى اعدادي، دول بيتسرعوا بالليل. لو في ميت بيتدفن هنا او في حاله دفن، الوضع بيكون عامل ازاي؟ عيالي بتساعدني في الدفنه، تجار المخدرات دي ساعتك في كل منطقه وكل حته فيها تجار مخدرات، وفيها اللي بيشرب، وفيها اللي بيتعاطى، في كل حته موجوده. احنا المايه عندنا هنا موجوده في الحوش، بندفع وصل مياه وكهرباء بتيجي كده يعني، عشان ننور عليها قبل ما تنام بالليل. ان احنا ممكن نسمع مثلا اصوات بره، واحد خاطف واحده نجري وراه نجيبها منه، اتنين شباب مثلا عيله ماشيه معاها تليفون يخطفوها منها، اجري وراها اجيبهم، يعني اجيب البيت واجيب تليفونها وراح اوديها لاهلها انا وعيالي. في حاجات اغرب من كده بكتير، يعني بالليل مثلا ممكن نبقى نايمين كده والحرامية تنط علينا، ممكن ما ليش الباب الحديد بتاع المدفن، بتوع الكار يرموه زي يربطوه في الكار ويضربين الحصان بالقمشه، يروح خاطف الباب من مكانه ونجري وراه. والسرقه كتير. انا بقالي بالظبط ممكن اخش في 10 سنين. بصي حضرتك بقى، العشر سنين دول كان معايا حسام وحمدي وعلي وفاء، جبتها بقى خلال ايه، لان هي عندها دلوقتي 8 سنين، تم التسعة. وفاء اقول لحضرتك بقى ايه، لما بتشوف منظر الجثه وهي نازله ما بقتش اتنين، ابتدت تكبر ترعرعت طبعا، بقت تقول لي ايه ده يا ماما، بتقول لها يعني مقابر يا وفاء، ايه يعني ايه مقابر، يعني ايه اللي ماما اللي لحد ما بقت ايه، بقت تخاف، حتى الحمام ما فيش حمام. المواقف اللي بتقابلني ان انا ابقى ماشيه في الشارع والاقي ولد بنتي بتصوت، الاقي ولد نايم فوق بنت بيغتصبها وتصوت، والجيران يا هلا يا هلا، عشان انا يعني قلبي جامد ما بخافش الا من ربنا، اروح انا جاريه من ورا الاقي الولد يروح سايبني ويطلع يجري واللي يطلع لي مطوه ويهددني معايا. بصراحه في ناس ورا بتوع رمله، اروح انا مزعقه يا فلان يا فلان، يروح طالع يجري مني لحد ما اخد البنت اجيبها عندي وهديها. وبعد كده انت جايه منين؟ تقول انا جايه من طنطا الحراميه. ابقى نايمه الاقي الباب بيتفتح عليا، ابقى نايمين وجوزي نايم اقول لهم الحراميه، واصوت ونجري ورا الناس اللي يضربوا، اللي يضربنا بحديده، اللي يقل ادبه، اللي يطلع لك مطوه عشان يعورك في وشك لو ما سكتيش. تخيلي حضرتك احنا اخر مره كان عندنا حاله وفاه يوم السبت. إيه انا يعني شوف انا بقالي 10 سنين انا جسمي بيتلبش. إيه لما نزلت دي حاله تقريبا بعيد عني، كان في مستشفى وتعبان وكده، فقالوا ده كان جاي متقطع. فلقيت الراجل بيدي تاني حاجه يعني بتفهم تاريخ كليته لانه كان جاي تعبان. لما نمت الباب ولادي حاولوا ايه يعني زي ما تقولي بيهزروا، فرزوا عليا الباب، انا كنت هصوت. لما بيكون في ميت بيتدفن الوضع بيكون عامل ازاي؟ بصي حضرتك انا بحاول ادخل بنتي جوه، بس انت عارفه حب الفضول بتاع الاطفال بتبقى عايزه تقف تشوف ده ايه. معايا حسام ابني الكبير بينزل عشان يدفن جثه مع الناس الموجوده، يعني حاول اساعدهم، لان حضرتك انت قاعده هنا يبقى اضطر الولاد ينزلوا هم وبابا عشان يدفنوا الجثه دي. التراب ده بيتشال، عيالي اللي بيشيلوا التراب ويرجعوا يحطوه، ما انت اللي قاعده يبقى لازم تعملي.
شفت اغتصابات حراميه، تحرش بالبنات لدرجه ان جيراني كمان في بنات وعيالي بيتخانقوا مع الشباب اللي بره عشان ولاد جيراننا، لانهم بنات ومش صغيرين، دول عرايس. لما اسفه يعني بنتي تبقى ماشيه الولد عمل معاها حركه مش كويسه، والولد ماسكها غصب عنها وتصوت والحاني يا حسام الحاني يا حمدي، ويلحقوا يجروا يحشوها. لكن ده اللي موجود هنا، ده اللي موجود اللي شفته العشر سنين اللي عشتهم هنا، اغتصابات لاكثر من هنا. حضرتك لقينا تربه مفتوحه وفي ولد واخد بنت فيها وبيغتصبها جوه التربه تحت كده مع الميتين، تحت كده مع الميتين.